من حق 6 ابريل انها تقدم نقد في هذا الحكم ضروري، واخد بال حضرتك ازاي؟ وانه انا في تقديري ان الولاد مش هيبطلوا انشطه، لا يقدر حد يمنعهم من انهم ينزلوا الشارع، ولا خلاص الشارع بقى ملك الناس، من حق اي حد ينزل بتظاهر سلمي وليس عنف. طيب يا استاذ جورج، لماذا القضاء المصري اسد على المعارضه وكان نعامة مع نظام مبارك وكانت احكامه يا اخي في 3 سنين لم يحكم على احكام مبارك؟ ده 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 نقد ضروري يوجه الى، لان احنا اتكلمنا على دوائر يعني تعمل سرعه في الاداء لم تتم. ارجو انه هذا ينطبق ايضا زي ما انت بتقول بالظبط كده على المساله بتاعه التقاضي، ان كل الناس يبقوا على قدم المساواه عشان الناس تثق في القضاء. طيب هل اصبحت محاكمه الاخوان هي المستهدف الامن القضاء، ومحاكمه النظام مبارك على الفساد الذي تم على مدار 30 سنه اصبح في ده مبارك بيشاور للناس في المستشفى بتاعته وبيحتفل بشم النسيم وحاجه جميله جدا. طيب ما حضرتك احد قادة 30/6 وكنت مؤيد لحركه انتظارات 30/6 وثوره 30/6، اليس هذا يعتبر تراجع عن الثوره؟ مش تراجع عن الثوره، انت في حاله سيوله سياسيه، انت في حاله انتقاليه. احنا لما نشوف الانتخابات الرئاسيه دي هتتم ازاي نشوف الدنيا هتبقى احسن ولا اوحش، احنا منتظرين. هل من ممكن ان نرى الاستاذ جورجي في مظاهره ضد النظام الحالي ومتى؟ اكيد عندما انا كل بياناتي اللي بتطلع وكل تصريحاتي لما في حاجه ما بتعجبنيش انا ما بقيتش طول الوقت طبعا، مش ولا بعارض طول الوقت، لما بتبقى في حاجه كويسه بنقول، لما بتكون حاجه وحشه بنقول.